نبيل، راجل هيعمل فيك كده ليه؟ افترى بقى. لقيت واحد في الجنينه بيشرب قهوته كالعاده. أيوة. لسه هقول له صباح الخير يا عمي، بصيت لقيت فنجان القهوه اللي في ايده طاير في الهواء ولازق في وش عدل. طب انا عملت فيه ايه؟ يرضيكي كده؟ يرضيكي؟ ما انت اللي جايبه لنفسك يا نبيل. انا 100,000 مره قلت لك ما تترش عني، وانت عارف كويس قوي ان بابا لما بيجي هنا لا بيحب يشوف حد ولا يقابل حد عشان بيريح اعصابه. ما رحتلوش مكتبه ليه في مصر؟ ما انا رحت له، فضلتي ملطوعه في مكتب سكرتيرته يجي ساعتين عشان تخش تقول له اني موجود وعايزه اقابله. ولما دخلت له عارفه قال لها ايه؟ ايه؟ قال لها ان ما خرجش في ظرف دقيقه واحده صرخي وقولي عليه حرامي واندهي له امين. مين امين ده؟ امين الشرطه. معلش معلش، تلاقيه كان بيهزر معايا. لا لا، باباكي مش كان بيهزر، ده كان بيتكلم جد قوي فعلا، لان السكرتيره يا دوب طلعت من مكتبه بصت في ساعتها شويه وبصت لي شويتين. أيوة. يا دوب عدت الدقيقه راحت رقع صوت حياني. وانت قلت ايه؟ حييته. ما اعرفش ان هيحصل حاجات تانيه. لقيت الموظفين اللي في الشركه اللي طول عمرهم نايمين ما عندهمش ذره ضمير ولا عملوا لي شغلتهم. ازاي؟ وفين يوجعك يا نبيل؟ يعني طب هو بيعمل فيا كده ليه؟ المصيبة انه عمال يتفرج عليهم ولا كأن في حاجة حصلت. معلش يا نبيل، انت لازم تعرف ان رأي بابي فيك انك بقيت زي الشحط، ولازم بقى تعتمد على نفسك. شحط؟ ايوه. كل ده عشان طلبت منه شوية فلوس علشان ابدأ بيهم حياتي ومستقبلي وادورهم في السوق؟ يا سلام. يا 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 نبيل، لازم تعتمد على نفسك، ابدأ من الصفر. ابدأ من الصفر؟ ايوه. وهو ما يدينيش الفلوس ليه؟ ما هو مرصصهم على قلبه كوام وكوام. كل اللي كنت عايزه منه 20-30,000 جنيه علشان ساعتها هتعرفوا ابن عمكم وفتكته. طب تلاقي ده انت خدت الثانويه العامه في 5 سنين. تكلمنيش بقى. اسكت اسكت. تعليم ايه وزفت ايه؟ العلم في الراس مش في الكراس. طبعا الشهادات دي للخيبانين، انما العيال اللي عارفه طريقها كويس، اللي زي العيال المدردحه عارفه هتعمل كويس وبكره تعرفوا يا عيلة الكشف. طب بس عارف بقى يا نبيل انت عايزك ايه؟ انك فنجري بقه طايش وفاهم الدنيا غلط. ايوه. مين دي؟ عمتي هنيه صح؟ اكيد صبحت على ابوك. ايه يا عمتي جيتي ايه؟ ايه اللي حصل؟ اكيد اتجنن. يستحيل. ايه بس؟ اكيد اتجنن، مش ممكن يكون بني ادم. مين هو ده؟ هو في غيره؟ ابوكي طبعا. انت مش عارفه هو فكر نفسه ايه؟ ايه اللي حصل؟ هيبيع ويشتري فينا على ايه؟ ده اللي عطاه يعطينا. مالك بس يا عمتي، قولي لي ايه اللي حصل؟ اقول لك يا حبيبتي، عامله سودة منيله، دخلت لقيت واحد في الجنينه، قربت منه بكل احترام وادب ولسه هقول له صباح الخير يا دلعادي يا اخويا، راح حدفني ببيت كوبايه المايه في وشك. صح؟ وانت ايش عرفك يا واد يا نبيل؟ لانه حدفني بفنجان القهوه وما كانش في غيرها جنب القهوه. فادي اخرتها اخويا ابن امي وابويا يعمل فيا كده، حسبي الله ونعم الوكيل. بس من غير بتاع دوت يا عمتي، بابا اكيد ما يقصدش. لا بقى، يقصد بقى طبعا. ما هو معتبرني تلقيحه، عارف ان جوزي على قد حاله وفي رقبتي نص دست تيال بياكلوا ب2 جنيه كل يوم اشحاف، وحفي انا وراه بقالي اكتر من شهرين على قرشين نفك بيهم دقيقه. منك لله يا شديد يا اخويا. لا لا، انت اخويا ولا نعرفك. ايوه. يسكت عمي. يسكت عمك. يسكت عمي. يسكت عمك. الله، ايه يا عمتي، انت كمان هتعملي زي نبيل ولا ايه؟ بلا عمتي بلا زيت، يعني كنت عايزاني اروح استلف من حد غريب؟ ما كله سلف ودين. طبعا كله سلف ودين. يسكت عمي. يسكت عمك. يسكت عمي. يسكت عمك. شوية بنة علشان يسدلوا بيها الثغرة اللي فيها. لا لا، محدش يقربني خالص، محدش يلمسني. بلاش معلش، محدش يجي جنبك خالص. ايه اللي حصل؟ يجي البوليس ويعايب ويرفع البصمات بنفسه. حصل ايه بس يا خالي؟ ما تفهمني. حصل حصل، ما تحكيش. حصل ما تقالش. ابوك ده وحش، ابوك ده وحش. انا يتعمل فيا كده؟ ده انا عبي ناشف، ده انا لحم مر، ده انا لو فكرت. ايه ده؟
تشوف. لا أحكي، مش قادر أحكي. لا أحكي، قول قول، فرفر عن نفسك. مش قادر أفرفر. فرفر عن نفسك، عبر عن شعورك. أحكي قول إيه؟ ما في شعور. أنا مكسور. لا ما تجيبش شيء، عبر عن شعورك. لا حول الله يا رب، ما تقول يا سعد عملك إيه وتخلصني. ما أقدرش، ما أقدرش. ليه؟ في إيه؟ إيه؟ ده الجن. إيه بس اللي حصل؟ الناس تقول إيه على إيه؟ فهمني. الناس تقول عليا على إيه؟ مش على إيه؟ الناس تقول عليا إيه؟ اتضرب أنا واتبعتر وجربت تتهزق؟ يا راجل أنت قول لي حصل فيك إيه بالظبط؟ عمل عاملة سودة منيلة. إيه هي بقى؟ أنا لقيته قاعد في الجنينة. قربت منه بكل احترام وأدب. صح. ولسه هتقول له صباح الخير؟ صح. راح اكتب بصنية القهوة في وشك. ايش عرفكوا؟ ما هو اصله حدفني بفنجان القهوة. وانا حدفني بكوباية المية. وبكده يبقى ما كانش فاضل غير الصينية. صح. دي عمايل واحد عاقل. يا جماعة يا جماعة، ما قالك ان الجيب اخويا عاقل، ده مجنون راسي. يسقط عمي. يسقط عمي. يسقط عمي. يسقط عمي. يسقط المدرسة. انت يا واد انت. الله، انت كان انتوا ولا ايه كلكم؟ شديد جوزي وانا عارفاه يا جماعة. ده قلبه طيب جدا وحنين جدا. بس هو تلاقيه تعبان ولا في حاجه مضايقاه ولا حاجه. يا خالي، طب ابيض قلبه ابيض زي البفته البيضا. بيضا سودا ما يهمنيش. ليه؟ انا جاي هنا ليه؟ ناقص اكل؟ لا. ناقص شرب؟ لا. ناقص فلوس؟ لا. طب حد يسلم ويقول لي انا جاي هنا ليه؟ 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 بس بس يا سعد، في ايه؟ انتوا كلمتوا ولا ايه؟ انا جاي هنا اديله خبرتي وتجاربي، اقول له على مشروع يكسبه ده. وكل ده ليه؟ 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 بس ايه؟ انا ده ليه يا سعد؟ كل ده لوجه الله؟ لا. كل ده لوجه الله؟ لا. انا سعد الخربطني الصحفي المشهور، اتعمل فيا كده؟ انا اتضرب بالصينيه اتقلش في دماغي؟ خلاص. ومن مين؟ من مين؟ من مين؟ من مين؟ من مين؟ من مين؟ بس من مين؟ بس هو ايه اللي حصل ده كله؟ ايه يا سعد؟ اهدى يا اخويا يا حبيبي، معلش. وانتوا يا جماعه مش معقول اللي انتوا بتعملوه ده، ما تكبروش المسألة، الحكاية في منتهى البساطة. مش معقول هو كل ما يقول لكم أنا جاي هنا ليه؟ 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 بس خلاص، انتوا جننتوا ولا ايه؟ انت الكلام اللي حصل لك ده من مين؟ من مين؟ مستحيل. من مين؟ مستحيل. خلاص مستحيل هقعد دقيقة واحدة في البيت ده، أنا ماشي فورا. وأنا من هنا ورايح لهم أخويا ولا نعرفه. وأنا من هنا ورايح، لا هو عمي ولا إيه، أنا ابن أخوه. أنا نازل مصر. مين قال مصر؟ نفر واحد مصر. انا يا اخويا خدني معاك بدل بهدلت المواصلات. استاذ سعد. ايوه. لو كنت مسافر خدني معاك. هاخدك معايا، يبقى التاني ورايا بقى. ايوه. انا جاي هنا ليه؟ ليه؟ ناقص اكل؟